هاي سيدي السلام عليكم، ما تعرفوني ما نجمش ندور الكاميرا، فهمتني في التليفون هذايا. توا باش نوريكم تونسي، ما وانا الفيديو نتاعي اللي عملته وحبيت نشوف التفاعل نتاع التوانسه كي يشوفوا انسان يبكي. انتوما دخلتوا قريبة 100,000 مازال ما عملش 24 ساعة. فما برشا عباد يعطيهم الصحة نشكرهم تفجعوا ويميموا، ما عمرنا ما شفناك تبكي وكل شيء، اوكي. يرحم والديهم. فما عباد شبعت سب ما مش فاهم علاش، يعني معناتها حتى تقطوقة كاية نتاع ضحك ما قبلتوهاش، اوكي ديما قابل السبب نتاعكم. به ان شاء الله الفيديو هذا اللي باش نوريه لكم يمشي وماكس بارتاج خويا العزيز، فهمتني، وتوصلوا الصوت نتاع التونسي هذايا. شوفوا التونسي هذايا مسكين كيفاش ضايع وكيفاش وشكون يعرفوا، وشوفوا الغربة شنية تعمل في العبد اللي انتوما ما تعرفوش قيمتها. كي نقول لكم ايش الجنة، راهو فما ناس انتوما تضحكوا عليهم، راهي ماهيش كيما تخيبها انت، راك تنجم تخش، راك تنجم تدخل بعضك كيما التونسي هذايا. شكون فيكم يعرف التونسي هذايا؟ خلوا نقضوه يرحم والديكم. به موجود في سونتر شو كيفاش كتبها سونتر في فرنسا 62 300. به نمشيو للفيديو، اوكي خلينا نوريكم الفيديو باللي ماكس بارتاج. خلينا نشوفوا الفيديو. ها يا سيدي، ها هو التونسي. اسمعوا شكون فيكم يعرف؟ عزيز اسمه عزيز. توا هنا شفتوه الطفل هذايا، هذا واحد من الاف التوانسه اللي هك، لكن انتوما الوالدين ما تعرفوش وما تحبوش تبينوا الحقيقه. تعرف بشكون خايفين؟ خايفين من كلام الناس. ما خفتش انا من كلام الناس، ما خفتش انا من السبان نتاعهم اللي يسبوا فيا كل يوم، لكن انتوما خفتوا من سبانهم، خفتوا من العار، خفتوا من الفضيحه. يعني ترضى ولدك مطيش في الشارع، وانا عارف اللي باش يوصل الفيديو لدارهم لامه وابوه وباش يكلموني علاش تفضح لي في ولدي. تحبني نخلي لك ولدك هكاكا؟ تحبني نخلي لك ولدك في الشارع؟ تحبني نخلي لك ولدك انت اللي يتكلم وحده؟ السيد هذا ماذا بيا روحوا بيه، ما يلزموش يقعد هكاكا مطيش مازال مينور. ان شاء الله الصوت هذا يوصل، فهمتني، اللي برشا ناس بالرسمي. انا ما على باليش خويا تسبوا ولا ما تسبوش، لكن كيما وصلتوا البكيه نتاعي فهمتني، وصلوا صوت التونسي هذا يرحم والديكم. اللي هذا يشوف الفيديو هذا ماكس بارتاج فهمتني، ويوصلنا الصوت نتاعو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي يشوفوا يعلمني في الباش، راني ما عادش نجم ندخل برشا الباش. بالنسبه للناس اللي تكلمني وتقول لي فسخ فيديوهات اللي هبطوهم عندي وتقولوا لي سبان وشبعنا سبان وانت ما ترحمش على الوالدين، وخاصه الفيديو نتاع الطفل اللي توفى وهبطته في الحرقه نتاعو، اوكي. يعني انا جا هبطته في اللايف، لكن برشا عباد في كلمه زايده، انت تربح في الفلوس، انت تعمل في الجماد. خويا العزيز اذا كان ما عجبتكش الباج فما ثلاثه نقاط تنزل عليهم تخرج من الباج، وكهو اكثر منه لا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.